يا مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من حلقات برنامج اخبار اون تايم، وان شاء الله تكون حلقه مميزه وزي ما احنا متعودين معاكم. ان شاء الله يكون لينا جوله في الساحه المحليه، وده من خلال اخبارنا الخاصه، وكمان هنتابع مع حضراتكم كل الكواليس الجديده في كره القدم العالميه، وده عن طريق جوله في الصحافه العالميه. اكيد كل ده تحت شعار ان كل شعوب العالم بيختلفوا في لغتهم وكمان في عاداتهم وفي تقاليدهم، لكن حاجه واحده دايما بتجمعنا اكيد هي الكوره. وهنبتدي زي ما احنا متعودين مع حضراتكم باهم أبرز العناوين. اليوم غزل المحلة يواجه ستيرن كومباني وسموحة أمام المصري. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي. صراع تركي على ضم زيزو. المصري يطعن على عقوبات الكاف. وعالميا اليوم الأرسنال يتحدى نيوكاسل بحثا عن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي. ومن التفاصيل نروح مع حضراتكم سريعا لأخبارنا المحلية. هنبدأ فقرتنا المحلية ونستعرض مع حضراتكم أهم مباريات النهاردة. والنهاردة هتقام مباراتين ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز. المباراة الأولى هتكون الساعة 6:30، هتكون ما بين غزل المحلة وإسترن كومباني، والمباراة الثانية هتكون الساعة 9 مساء، وهتكون مواجهة ما بين سموحة والمصري بورسعيدي. وهنروح دلوقتي بقى لأخبارنا المحلية، وهنبدأها مع النادي الأهلي، وهيستأنف الفريق تدريباته النهاردة العصر استعدادا لمباراة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها بعد بكرة يوم الأربعاء إن شاء الله هتكون قصاد البنك الأهلي. ورجعت بعثة الفريق امبارح من الجزائر بعد طبعا ما حسم التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي وال15 في تاريخ النادي الأهلي. اتعادل النادي الأهلي مع وفاق سطيف بنتيجة 2-2 في مباراة إياب نصف النهائي، واللي أقيمت أول امبارح على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية بعد الفوز برباعية نظيفة في مباراة ذهاب اللي أقيمت هنا في القاهرة الأسبوع اللي فات، عشان يحسم التأهل في مجموعة لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 6-2. وعلى هامش تمرين النهارده يخوض الثلاثي أليو ديانج وياسر ابراهيم ورامي ربيعه فحص طبي، وديانج اشتكى من الم في الركبه، وطبعا فضل الجهاز الطبي ان هو يخرج من مباراه وفاق سطيف، واشتكى كمان ياسر ابراهيم من الم في العضله الخلفيه، كمان اتعرض ربيعه لكدمه في العضله الاماميه. أكيد بيتطلع النادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المرتقب، واللي أعلن الاتحاد الأفريقي الكاف عن إقامته يوم 30 مايو. كمان بيستعد اكيد للمباريات المحليه اللي جايه في ظل الصراع القوي ما بين الزمالك وبيراميدز على لقب بطوله الدوري المصري. وفقا بقى لمصدر جوه النادي الاهلي، في اقتراح بالتقدم بطلب لاتحاد الكوره عشان يتم تاجيل مباراه الفريق قصاد ايسترن كومباني. وحتى اللحظه دي النادي الاهلي لسه ما تقدمش بطلب رسمي، ولكن في حاله ان هو اتقدم بطلب رسمي فهيتم دراسه الموقف. مباراه النادي الاهلي وايسترن كومباني هتكون يوم 25 مايو الجاري، وبعد كده النادي الاهلي هيسافر للمغرب عشان يواجه الوداد في نهائي افريقيا اللي هيكون يوم
30 من نفس الشهر. كمان طلبت لجنة التخطيط في النادي الأهلي من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكورة أن هو يحسم مصير محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بعد نهاية إعارته للدوري التركي، سواء بقى بقيده في قائمة المارد الأحمر للموسم الجديد في حالة الاستقرار على رجوعه، أو منح مسؤولين النادي الأهلي الضوء الأخضر عشان يدوروا على عرض لرحيله عن النادي. هتنتهي إعارة كهربا لفريق هتاي سبور التركي بنهاية مايو الجاري، في ظل طبعا عدم وجود أي رغبة من النادي التركي أن هم يجددوا إعارته أو كمان يشتروه بشكل نهائي، طبعا برغم وجود بند في عقد اللاعب يتيح للنادي التركي أن هم يشتروه بمقابل مادي بيوصل 3 مليون دولار. كمان طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أن هو يأجل حسم ملف صفقات الفريق الصيفية طبعا لمطلع يوليو اللي جاي، وشهدت الأيام اللي فاتت دي العديد من الجلسات، وتم كمان عرض أسامي كتيرة من قبل إدارة التخطيط. أبدى كمان موسيماني إعجابه ببعض اللعيبة إلا أن هو فضل أن هو يستنى لشهر يوليو اللي جاي عشان يحسم أسامي الصفقات الجديدة، وطبعا بسبب كتر المباريات اللي بيمر بيها النادي الأهلي على المستوى المحلي والمستوى القاري. كمان لسه مكملين مع اجواء مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي، وعلى الجانب الاخر رجع حارس مرمى البنك الاهلي محمود الزنفولي لحراسه عرين وقصاد النادي الاهلي، وغاب محمود الزنفولي عن مواجهه فريقه الاخيره وصاد نظيره فريق طلائع الجيش، وده بسبب تراكم البطاقات الصفراء، واللي انتهى طبعا بالتعادل الايجابي ما بين الفريقين بهدف لهدف. هيتواجد فريق البنك الاهلي في المركز السابع في جدول الترتيب الدوري المصري الممتاز، رصيده 24 نقطه، وكمان بيحتل المركز ثالث النادي الأهلي برصيد 33 نقطة. بكده خلصت فقرتنا الأولى، نطلع دلوقتي لفاصل سريع مع حضراتكم ونرجع ونكمل بعد كده معاكم بقية فقرتنا هنا في أخبار أون تايم، خليكم معانا. بجدد التحية مرة تانية بحضراتكم، ونروح دلوقتي معاكم لأخبار نادي الزمالك. وقالت تقارير تلفزيونية تركية إن في أكتر من فريق بيسعى إن هو يحصل على خدمات أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية دي، وبيجي فريق جلطة سراي وكمان بشكتاش ضمن أبرز الأندية اللي عندها رغبة إن هي تضم الجناح الأيمن الفارس الأبيض، وبيقدم زيزو أكيد مستويات رائعة خلال الفترة اللي فاتت دي مع نادي الزمالك، إلى جانب كمان الظهور الجيد مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم وفي نهائيات كأس الأمم الأفريقية. خاض أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك 22 مباراة خلال الموسم الحالي، وقدر أن هو يسجل 12 هدف، وعمل أكيد طبعا أكتر من تمريرة حاسمة، يمكن 7 لعبات حاسمة. كمان حسم مسؤولين نادي الزمالك تاني الصفقات اللي هيتم تدعيم صفوف الفريق بيها في الموسم الجديد. نجح امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكوره ان هو يحصل على توقيع احمد ايمن منصور مدافع فريق بيراميدز في صفقه انتقال حر، وبينتهي تعاقد احمد ايمن منصور مع بيراميدز في نهايه الموسم الجاري. فضل نادي الزمالك ان هو يضم اللاعب عشان يدعم خط الدفاع في ظل هبوط مستوى بعض العناصر، وحاجه كمان الفريق ان هم يدعموا الخط ده بناء على رغبه فيريرا. لسه برده مكملين مع ملف صفقات نادي الزمالك الجديدة، وواحد من وكلاء اللاعبين عرض عبدالله السعيد نجم نادي بيراميدز على إدارة نادي الزمالك عشان يتعاقدوا معاه في فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية، وجه الرفض بالإجماع من جانب إدارة نادي الزمالك لفكرة التعاقد مع عبدالله السعيد بعد نهاية الموسم الحالي. رفض مسؤولين نادي الزمالك طبعا، أو الرفض ده جه بسبب تراجع بصماته وتأثير السعيد مع بيراميدز في الفترة اللي فاتت دي، كمان شايف الجهاز الخاص بكرة القدم في نادي الزمالك إن السعيد وصل لسن 38 سنة وما عندوش الجديد ان هو يقدمه الفترة اللي جاية. كمان قرر البرتغالي جوزوالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك ان هو يدخل او دخول ايمن حفني لاعب وسط الفريق في قائمة الفريق، واللي بيتم اعلانها استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والمقرر ليها بكرة يوم الثلاث ضمن مباريات الجولة 19 للدوري المصري الممتاز، واللي هتقام على استاد القاهرة. بيرغب اكيد فيريرا ان هو يحتفظ بلاعب مهاري على دكة الاحتياطي قصاد طلائع الجيش تحسبا لحاجة الفريق ليه في المباراة وفقا لسيناريو الأحداث، وكمان بسبب غياب محمود عبد الرازق شيكابالا عن المباراة، وده طبعا بسبب الإجهاد.
كمان حسن مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، موقفه من الاستمرار في صفوف نادي سموحة السكندري خلال الموسم الكروي اللي جاي في حالة عدم رجوعه مرة تانية لنادي الزمالك. استقر مروان حمدي على مغادرة نادي سموحة السكندري والرحيل لنادي آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية في حالة عدم العودة مرة تانية لنادي الزمالك. بينتظر المهاجم الدولي معرفة مصيره النهائي بشأن الرجوع مرة تانية لصفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك خلال الموسم الكروي اللي جاي عشان يحسموا العروض المقدمة له. كمان هيختتم فريق فيوتشر تدريباته النهارده يوم الاثنين استعدادا لمواجهه الاتحاد السكندري في اللقاء اللي هيجمع ما بين الفريقين بكره يوم الثلاث في منافسات الجوله 19 من عمر مسابقه الدوري الممتاز واللي بيستضيفها استاد السلام. الاتحاد السكندري تغلب على فيوتشر في لقاء الدور الاول بثلاث اهداف مقابل هدفين، اكيد بيسعى فيوتشر ان هو يصحح المسار ويرجع مره ثانيه للانتصارات قصاد زعيم الثغر عشان يحافظ على التواجد في المربع الذهبي في جدول مسابقه الدوري الممتاز. نروح معاكم بقى للنادي المصري البورسعيدي، وبيعكف مجلس اداره المصري البورسعيدي برئاسه سمير حلبيه بالتعاون اكيد مع الشؤون القانونيه للنادي ان هم يدرسوا الموقف القانوني الخاص بالعقوبات واللي تم توقيعها من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف تجاه بعض اللعيبه والجهاز الفني والاداري للمصري البورسعيدي على خلفيه احداث مباراه المصري ونهضه بركان المغربي واللي جرت في المغرب في البطوله الكونفدراليه الافريقيه. الاتحاد الافريقي لكره القدم قرر ايقاف محمود جابر المدير الاداري للمصري بورسعيدي لمدة 6 شهور عن ممارسة أي نشاط بيتعلق بالكاف، وكمان تغريمه 10,000 دولار، وكمان قرر إيقاف مجدي تراوي 4 مباريات إفريقية وتغريمه كمان 10,000 دولار، بالإضافة لإيقاف ثنائي المصري فريد الشوقي ومحمد عبد اللطيف 4 مباريات وتغريمهم 10,000 دولار. وبكده بتكون خلصت أخبارنا المحلية. نطلع دلوقتي مع حضراتكم سريعا لفاصل ونرجع ونكمل بعد كده معاكم فقراتنا في أخبار أون تايم، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في أخبار أون تايم، ومعانا دلوقتي عبر الهاتف كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق. يا مساء الفل على حضرتك. ازيك يا شيماء؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. منورنا اكيد في اخبار اون تايم. كل سنه وحضرتك طيب. وعايزين نتكلم عن اللقاء اكيد المهم لنادي الزمالك بكره قصاد طلائع الجيش، اللي اكيد طبعا بيقدم طلائع الجيش يعني مستويات هايله جدا في الدوري المصري الممتاز. لكن قبل ما نتكلم عن اللقاء ده فنيا، خلينا برضو نرجع للجوله اللي فاتت دي، نادي الزمالك قصاد فريق ان بي، اللقاء للاسف منيا فيه نادي الزمالك بهدفين نظيفين. شفت اللقاء ده ازاي وايه المشكله الفنيه اللي عانى منها نادي الزمالك واللي تسببت طبعا ان هو يمكن يفقد 3 نقاط رغم ان هو كان ماشي كويس جدا في الدوري المصري الممتاز؟ اولا مفيش حاجه في الكوره اسمها للاسف تخسر ولا كديمة شوط بتحصل. ولكن لازم يعرف ان الزمالك والاهلي فرقه كبيره مش بتلعب نفسها. طبعا بتلعب فرقه، والفرقه محترمه وبتستعد جيدا لمقابله الفرقه الكبيره. وخاصه مش عايزين نتكلم، انا شهادتي مقروحة في الكابتن حلمي. بيستعد كويس طبعا واللعيبه تنفذ وبيذاكر كويس قوي طبعا. نقدر نقول اليوم مش يوم الزمالك. ان ما تلعبي 90 دقيقه يبقى عندك هجمه واحده بس يبقى في قصور. ويمكن انا عجبني الفريق لما طلع وقال ان مش هقدر اقيم لعيبتي لانهم كلهم وحشين، كلهم وحشين قال كده. فدي حاجه كويسه ان المدير الفني عارف القصور فين وهيعالجه، واعتقد ان مباراه الجيش هتبقى ليها شكل تاني او منظر تاني. يعني كابتن محمد من وجهه نظر حضرتك المشكله كانت مشكله فنيه او اداره فنيه للقاء ولا كانت مشكله لعيبه؟ لا يعني انا عايز اقول ايه، بس مش عايز المي اتهامي على الجهاز او اللعيبه. ده يوم لعيبه الزمالك غير موفقه، ولعيبه انبي تعبت واحترمت الزمالك قوي قوي قوي، ولذلك ما تمش تعويض الجول الاولاني او الثاني من قبل نادي الزمالك، ان كان الامور كلها اليوم ده مش بتاع اللعيبه، مفيش حد كويس فيهم. طب خليني اسالك، هل السكواد اللي موجود مع فيريرا دلوقتي مش مساعده ان هو ينفذ الفكر بتاعه؟ لا 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 لا، بص مش عايزين بس لما واحد يكسب نطلعه السما، ولما نخسر المعامله بالقطعه. يعني
انا بكلمك المجموعه اللي موجوده دلوقتي هي المجموعه اللي هتكمل لغايه اخر السنه. طب قدر الامكان هو محافظ عليها. يلصم واحد مثلا زي شيكابالا مصاب، واحد عنده ثلاث انذارات، واحد امام عاشور ما لعبش الماتش اللي فات وقصر. ولكن في بعض اللعيبه المردود بتاعها غير جيد من اول السنه. صحيح. من قبل حتى فريرا. ولكن هتقدري هتعملي ايه دلوقتي يا شيماء؟ هتقولي ايه؟ مش هتقدري تقعدي حد ولا تجيبي حد جديد. اللهم الا لو كان عندك حد في الناشئين. وانا بقول لك لغايه دلوقتي بتوع الناشئين نادي الزمالك ما انتكوش. لا نيمار ولا غيره. ولكن المجموعه دي لغايه اخر سنه نستحمل. ناخد الدوري ان شاء الله، يحصل حاجه ثانيه لغايه الموسم الجديد. وانا على الثقه التامه ان المستشار ومجلسه هيجيبوا لعيبه كويسه قوي قوي السنه دي. اكيد. وهيخلصوا موضوع التعاقد، مين هيقعد من اللعيبه ومين مش هيقعد. عشان النادي الزمالك يبدا سنه جديده يعوض بيها اللي فات من السنين اللي فاتت. صحيح. طيب لو سالت حضرتك من وجهه نظرك فنيا كده، ايه الصفقات او ايه المراكز اللي محتاجه صفقات جديده او محتاجه تدعيمات في الانتقالات القادمه؟ حارس مرمى، ظهير ايمن. حارس مرمى وظهير ايمن. واثنين مساكين. اثنين ديفندر في نص الملعب او ديفندر ولعيب ثاني. واكيد اكيد راس حرب او اثنين. طب انت يعني عايز فرقه جديده يا كابتن؟ لا ما انت خلي بالك، انت بقالك يعني مثلا الفتره اللي فاتت دي يا شيماء انت ما عيتيش حد عشان القيد. صحيح. لو كنت هتجيبي كل سنه خمسه فانت السنه الجايه هتجيبي 10. لان في لعيبه انا بقول لحضرتك لو مسكتيها بورقه وقلم زي رؤى، زي مش عايز اقول اسماء كتير او يمكن انسى حد، ما انتكتش. حتى حازم امام يلعب ماتش وتعور ماتش، يلعب ماتش وتعور ماتش. فحتى حمزه المسموسي مش ما قدرش يقف على رجليه جميع الماتشات. طب ده شايفه بسبب ايه؟ هل اجهاد مباريات مثلا؟ اكيد، او عدم انتظام المسابقه. وكان بيشغل في افريقيا وبعدين قلنا كاس مصر او لا، فمش عارفين. خلي بالك مش عايزين دايما نتكلم في السلبيات، ولازم نكون متفائلين ان انت البلد الوحيده او من ضمن البلاد اللي في العالم ان الموسم بتاعك بيخلص شهر 8 و9. بقالنا فتره من ايام الثوره، ولكن كل الدوريات بتخلص في خمسه، في اخر خمسه. ايه الاستثناءات؟ ايه الماتشات؟ ايه البتاع؟ ما الكورونا كانت على الكل. صحيح. عدم تنظيم، لازم ننظم، لان كده مش هتلاقي لعيبه في المنتخب. ممكن عندك انت مشكله في المنتخب اهو، واجلت الماتشات بتاعت المنتخب، الماتشين الجايين بتوع اثيوبيا اللي جت يوم 6 كان يوم 2. حرمت النادي الاهلي مثلا هيروح يلعب يوم 2، هيجي ايه مش عارف ايه. الوقت مش مساعد اللعيبه. فنتمنى ان المسابقه تنتظم وتخلص في وقت معين وتبدا في وقت معين لكل الدرجات. صحيح. طيب خلينا بقى نروح للقاء بكره، لقاء نادي الزمالك قصاد طلائع الجيش. اكيد نادي الزمالك عنده دفع كبير جدا ان هو يعوض الخساره اللي فاتت قصاد فريق انبي ويفوز بالثلاث نقط. شايف اللقاء ده هيتعامل ازاي معاه فيرير عشان يقدر يعوض الثلاث نقط اللي فقدهم؟ شوف فيرير او اللعيبه انا بقول لك هيعوضوا، ولكن هناك مشكله في طلائع الجيش، بيلعبوا بطريقه ما بيسمحلكيش تلعبي كوره. صحيح صحيح. يعني طارق بيقفلوا كويس جدا الطوليه ويقفلوا، فالفرقه الكبيره دي عايزه تلعب في استمتاع ومساحات. لو اتخلقت الزمالك هيكسب، وخاصه مباراه الزمالك والجيش كلها فيها اهداف او معظمها فيها اهداف. لان الجيش عنده لعيبه كويسه زي سمير، زي مهند. صحيح. زي الفيل، لعيبه كويسه قوي ومعظمها في المنتخب. وفيكتور المهاجم بتاعهم كمان. فهتلاقي في كوره لكن لو اتفتح المباراه هنلاقي في جوان ونستمتع. لكن الزمالك هيعوض. صحيح. كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك نورتنا النهارده اكيد في اخبار اون تايم. لكن قبل ما اقفل معاك يا كابتن محمد، خليني اسالك برضو عن لقاء النادي الاهلي. اكيد الهام والمرتقب قصاد الوداد المغربي ان شاء الله في فاينل دوري ابطال افريقيا، اللي هيكون ان شاء الله يوم 30 مايو القادم على الاراضي المغربيه. شايف اللقاء ده ازاي؟ وكمان عايزين نتكلم عن الازمه اللي اثيرت في الفتره اللي فاتت دي. طيب ممكن نرجع مره ثانيه لكابتن محمد صلاح لان الخط اتقفل. نروح بقى ونكمل معاكم اخبارنا وفقراتنا. نروح دلوقتي مع حضراتكم سريعا لفقره الكوره العالميه. He's got 20 goals in the Premier League.
هنبدأ جولتنا العالمية زي ما احنا متعودين مع حضراتكم بأهم مباريات النهاردة، وهنبتدي مع الدوري الإنجليزي والجولة 37. النهاردة في لقاء هيجمع ما بين نيوكاسل يونايتد والأرسنال، وهيكون الساعة 9 مساء. ومن الدوري الإنجليزي نروح مع حضراتكم سريعا للدوري الإيطالي. مباريات النهاردة في الجولة 37، الساعة 6:30 سامادوريا هيقابل فيورنتينا، والساعة 8:45 دقيقة يوفنتوس هيقابل لاتسيو. ومن أهم وأبرز مباريات النهاردة نروح سريعا لجولة في أهم الأخبار العالمية. وكشفت صحيفة الديلي ميرور البريطانية موقف محمد صلاح وفيرجيل فان دايك من المشاركة قصاد ساوثهامبتون في الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. كشفت أن الأقرب بعدم الدفع باللعيبة قصاد ساوثهامبتون، وطبعا بسبب عدم المخاطرة بيهم عشان يكونوا جاهزين لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا قصاد ريال مدريد إن شاء الله يوم 28 مايو. كمان في الصحف في اسبانيا منحت برضو رابطة الدوري الاسباني ميزة اضافية لنادي ريال مدريد قبل مباراة ليفربول في نهائي دوري ابطال اوروبا، بعد تحديد ميعاد لمواجهة ريال بيتيس يوم في الجولة عفوا 38. والرابطة رابطة الدوري الاسباني قدمت المباراة من يوم الاحد لغاية يوم الجمعة عشان تقام في تمام الساعة 9 مساء، وطبعا هيدي ريال مدريد وقت اكتر عشان يقدروا انهم يحضروا اكتر لنهائي دوري ابطال اوروبا ضد ليفربول الانجليزي. ودلوقتي نروح معاكم سريعا لجولة في الصحافة العالمية وفقرة أخبار العالم. هنبدأ جولتنا من الصحف الأسبانية، وصحيفة ماركا اللي ركزت على نتائج لقاءات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الأسباني وصراع البقاء وتعادل ريال مدريد قصاد قادش 1-1، وكتبت 90 دقيقة من أجل الحياة أو الموت. كمان أشارت لتعادل أتلتيكو مدريد وإشبيليا 1-1، وكتبت يوسف النصيري يضع إشبيليا في دوري أبطال أوروبا. واهتمت برضو الصحيفة بمستقبل النجم الفرنسي كيليان امبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وكتبت امبابي اختياري تقريبا حسمته. لسه مكملين مع الصحف الاسبانيه، نروح لصحيفه سبورت اللي ركزت على تعادل برشلونه سلبيا قصاد ختافي، وتعادل ريال مدريد قصاد قادش 1-1، وهزيمه ديبورتيفو الافيس قصاد ليفانتي في لقاء الجوله قبل الاخيره من الدوري الاسباني. كتبت برشلونه وصيف البطل رسميا، ولانن ينفذ التعادل ريال مدريد، والافيس يهبط لدوري الدرجه الثانيه. اهتمت برضو الصحيفه بمستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، وكتبت حرب شامله بين ليفاندوفسكي بايرن ميونخ. اما صحيفه الموندو ديبورتيفو فركزت على تعادل برشلونه سلبيا قصاد ختافي، هو كمان ضمان المركز الثاني في الدوري الاسباني، وكتبت نقطه وفضيه. واهتمت برضو الصحيفه برد بايرن ميونخ على رغبه روبرت ليفاندوفسكي في الرحيل، وكتبت بايرن ميونخ ليفاندوفسكي لن يرحل. اتكلمت برضو عن الدوري الاسباني لكره القدم للسيدات، وكتبت برشلونه يفوز على اتلتيكو مدريد 2-1 ويحقق العلامه الكامله 30 فوز في 30 جوله. من الصحف الأسبانية نروح للصحف البريطانية، وبالتحديد ميرور اللي ركزت على تعادل مانشستر سيتي وويست هام يونايتد 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز. كتبت أغويريولا وغوارديولا يدعو مانشستر سيتي لكي لا يمر في الجولة الأخيرة المؤلمة بدراما سيرخيو أغويرو. واهتمت الصحيفة برضو بأفرتون، وكتبت أفرتون يرغب في حضر مشجعين بعد تعرض عائلتي تاني وهنري لتعليقات عنصرية. وأشارت كمان الصحيفة لمدافع تشيلسي الدنماركي كريستنسن، وكتبت كريستنسن يصدم تشيلسي. اما صحيفه ليكيب الفرنسيه فركزت على تصريحات كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان بشان مستقبله، وكمان كتبت امبابي ملك التشويق. كمان برضو اهتمت واشارت لفوز الصربي نوفاك ديكوفيتش ببطوله روما المفتوحه للتنس، وكتبت نوفاك جاهز لرولان جاروس. نروح للصحف الايطاليه، وهنبتدي بقى من صحيفه الكورييري ديل سبورت اللي ركزت على فوز ميلان على اتلانتا 2-0، وانتر ميلان على كالياري 3-1 في الصراع على لقب الدوري الايطالي. كتبت ميلان يلمس اللقب. كمان اهتمت الصحيفه بوداع انسيني قائد نابولي لجماهير فريقه، كتبت دموع انسيني نابولي بيتي. واشارت كمان للقاء ليفنتوس ولاتسيو، وكتبت يوفنتوس لوداع ديبالا ولاتسيو من اجل التاهل لمسابقه اوروبيه او لمسابقه اوروبيه. دي كانت جوله سريعه في الصحافه الرياضيه العالميه النهارده. تعالوا نروح دلوقتي سريعا لفاصل، وهنرجع ونكمل معاكم بقيه فقراتنا هنا في اخبار اون تايم. خليكم معانا. We'll be right back.
برحب بكل مشاهدينا مره ثانيه، ورجعنا مره ثانيه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في اخبار اون تايم. بنوصل كمان لفقرتنا الاخيره وهي فقره وان شوت. النهارده بقى في وان شوت هنتكلم عن نادي من الانديه المهمه جدا في تاريخ الكوره المصريه، واكيد هو النادي الاسماعيلي صاحب التاريخ الكبير جدا، اول نادي مصري فاز ببطوله افريقيا للانديه. الدراويش بقى خلال الفتره اللي فاتت دي للاسف كانوا بيمروا بفتره صعبه جدا، يعني بصراحه الكل كان حزين جدا على النادي الاسماعيلي، لان احنا لما بنتكلم عن الاسماعيلي برضو بنتكلم عن الكره الحلوه، عن برازيل الكره المصريه، عن المهارات الرائعه، عن اللعيبه اللي بتلعب كره فيها مزيكا. الاسماعيلي بدا بقى خلاص خطوات الرجوع مره ثانيه، وحقق الحمد لله فوزين مهمين جدا على المصري بورسعيدي، وكمان امبارح على سيراميكا كليوباترا، وده تحت قياده الجهاز الفني الجديد بقياده حمزه الجمل. وفي بقى نقطه مهمة جدا 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 ومميزة لازم نقف بقى عندها، وهي دور لعيبة الإسماعيلي القدامى واللي بيقدموا الدعم للعيبة وللجهاز الفني، ودايما بيساندوا الفريق عشان يرجع مرة تانية لمكانته الطبيعية في جدول الدوري الممتاز. شفنا بقى امبارح عمر جمال نجم الإسماعيلي السابق، واللي كان أكيد حريص جدا إن هو يكون موجود مع اللعيبة في أوضة اللبس أو في غرفة الملابس قبل المباراة، وقدم الدعم الكامل للعيبة وطلب منهم إن هم لازم يواصلوا الانتصارات، ويعني ده مش غريب أبدا على نجوم الإسماعيلي القدامى واللي دايما بيساندوا الفريق وبيساندوا اللعيبة. ودي صراحة كانت لقطة وكانت نقطة مهمة جدا لازم كنا نقف عندها، وأكيد إحنا كلنا من هنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الإسماعيلي، وبنتمنى إن هو يرجع تاني لمكانته الطبيعية اللي يستحق إن هو يكون فيها. وبكده انتهت حلقتنا النهارده من اخبار اون تايم. ان شاء الله نتقابل بكره في نفس الميعاد. اشوفكم على خير.